أحسن الله إليكم. الأخت أم سالم تقول: شيخ، ما هي حدود أوقات الصلوات؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ بعض النساء تقول: عندنا يؤخرن الصلوات كثيرا، فما هي حدود هذه الفروض ومتى تنتهي مأجورين؟ قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشية وحين تظهرون. هذا في الآيات، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وبيّنها ووضحها بداية ونهاية. ووقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر، هو الفجر البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق الذي يصلي بعد طلوعه ويصوم عليه، ويستمر وقت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. كل هذا وقت للفجر، وتقديمها أفضل، ولا سيما إذا كان هناك جماعة يصليها مع الجماعة ولا يؤخرها. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس فوق الرؤوس إلى جهة الغرب، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء الشاخص المرتفع مثله، يساوي الظل الشاخص. ثم يدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى الغروب، غروب الشمس، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، ويستمر الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى آخر الليل، إلى طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلاة.